السلام عليكم، كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. فيديو اليوم هو طبعاً مخصص غالباً للنساء، خاصة اللي يحبوا يعتنوا ببشرتهم وهكذا. وحبيت كمان في هذا الفيديو أن أتكلم مباشرة أمام الكاميرا لأني أفكر أغير من أسلوب عرض فيديوهاتي، فأني أتمنى أنكم تتابعون هذا الفيديو إلى آخره وتخبروني في تعليق هل أستمر بهذا الأسلوب أم أبقى كأسلوبي السابق. فخلونا نبدأ اليوم مع بعض ونسوي حلاوة إزالة الشعر بطريقة سهلة ممكن تسويها في البيت عشان تتخلص من الشعر الزائد اللي في الجسم. فخلونا نبدأ بالمقادير، يلا نبدأ. علشان نحضر حلاوة إزالة الشعر بنحتاج فقط لهذه المكونات البسيطة اللي هي عبارة عن كوب من السكر، ممكن تستخدموا السكر الأسمر أو سكر البودر ما في مشكلة، وكمان بنحتاج إلى الليمون، تقريبا ربع كوب من الليمون، أو ممكن تستخدموا ربع كوب من الخل، وكمان بنحتاج إلى ربع كوب من الماء، وطبعا بنحتاج إلى برطمان عشان نحط فيه الحلاوة. فخلونا نبدأ بطريقة التحضير. الآن نجيب الحلة أو القدر أو الدست كيف ما سميته اللي بنحضر فيه الحلاوة. هنا بنضيف السكر وبنضيف كمان الموية وعصير الليمون أو الخل ونبدأ نحضر. الآن بعد ما خلطناه نحطه على النار. الآن نحطها على النار، بسم الله. الآن نسيبها على النار إلين تغلي، أول ما تغلي ننقص النار على أقل حرقة. الآن هنا بدأت تغلي معانا بهذا الشكل، ننقص النار لأقل حرقة. خلاص الآن نسيبها على نار هادئة جدا. اللي يستخدموا الطباخات الكهربائية تقريبا، هنا طبخت الحلاوة على 100 درجة و90 درجة تقريبا، يعني أتفاوت بين الاثنين، كل ما أشوفها مرة تفوش أنقص النار علشان ما تطلع لبرا، فما بين 80 إلى 100 خلوها. أهم شيء لما تسوون هذا الشيء تنتبهوا انكم تنحرقوا، لانه حروق سكر بليغة جدا، فلازم تنتبهوا. اذا شفتوا انه فار عليكم مرة ما قدرتوا كيف تداركوا الموقف، طفوا النار على طول، او انكم حاولوا تهزوا الدست بشويش عشان تخف الرغوة، لكن انا افضل انكم تطفوا النار عشان هي من نفسها تنزل. هنا بدأ يتغير لونها، اللون الاصفر الفاتح، شايفين؟ حركوا كده شوية حتى بدأ يثقل، الفقاعات حقه بدأت تثقل. الآن ناخذ شوية ونحط على ورق الزبدة ونسيبها على جنب لين تبرد ونشوف قوامها. هنا بعد ما بردت شوية نشوف، شايفين بدأت تجمد. طبعا بعد 10 دقائق بيصير يتقلب لونه بطريقة أسرع، يعني لازم تنتبهوا إذا شفتوا إنه بدأ كده بسرعة يتغير لونه طفوا النار أو نقصوا لآخر شيء علشان ما يحترق معاكم. شايفين كيف الفقاعات ثقلت واللون كمان تغير؟ نحاول نقلبه إلين يغمق أكثر عشان نوصل للقوام المطلوب. نحاول نحركه كده، شايفين صاير لونه مثل لون العسل تقريبا، حتى تحسوا كده يغمق بحيث انكم تشوفوا الرغوة كذا تبقى ثابتة معاكم في الملعقة. اول ما يوصل لهذا اللون كذا، لون مثل العسل بالضبط، مثل العسل، شايفين كيف اللون ذهبي غامق. الان نطفي النار، شوفوا كيف صار اللون كأنه عسل. اوكي الان ناخذ شوية ونخليها تبرد ونشوف هل وصلت للقوام المطلوب أو لا. إذا وصلت للقوام المطلوب خلاص تكون جاهزة ونسكبها على البرطمان. خلونا نحن نشوف، شايفين كيف اللون؟ شايفين كيف القوام؟
طبعا هو لسه دافي يعني لازم كان امسكه وهو بارد. بس شوفوا اوريكم الان، شايفين يتمطط معانا كيف؟ هذا هو القوام اللي نشي نوصل له. وفي عندكم طريقة ثانية انكم تجيبون موية مرة باردة وتحطون شوية من الخليط بالطريقة عشان تبرد بسرعة، وتشوفون اذا كانت متجهزة بتحصلوها على طول بتذوب مع الموية، لكن لو كانت انها تمام بتتشكل معاكم. شوفوا شايفين تتشكل معانا كده بسهولة، تتمطط معانا. الآن أحط قماش وأحط البرطمان بهذا الشكل. بعد ما دفأ شوية بعد ما دفأت شوية الحلاوة الآن نسكبها على البرطمان. أهم شيء البرطمان يكون يتحمل الحرارة عشان ما تنكسر وتكون ناشفة 100%. نغطيها ونخبيها في الثلاجة، نستخدمها وقت ما نحتاج. لما تذوبوها مرة ثانية ممكن انكم تذوبوها بحمام مائي، او ممكن تحموها في الميكروويف لو كان لو كان العلبة اللي تستخدموها تتحمل الميكروويف، فانتم ممكن انكم تحموها بالميكروويف بس طبعا بدون غطاء المعدن. وكذا الان نشوف بعد ساعة صار كذا قوامها. شوفوا القوام جدا حلو، مطاطي في نفس الوقت قوي. بعد كذا خلاص تستخدميها بحيث انك تحلوي وخلاص. هكذا تكون جاهزة معانا. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. مثل ما قلت لكم لو حبيتوا انني استمر معاكم بنفس هذا الاسلوب بحيث اني اتكلم قدام الكاميرا مباشرة، يا ريت تخبروني في تعليق تحت. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة. اشوفكم فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.